انا جوزي حاليا اصلا كان معايا في المدرسه، وكنا من نفس الجروب من حوالي من ثالثه اعدادي، وهو معايا جوه في الفصل. وانت بداتي تحبي في ثالثه اعدادي؟ لا، هو كنا اصحاب قوي، كنا بناخد دروس مع بعض. بعدين لما بدانا نكبر شويه بدات العلاقه بينا تتطور، فانا اعرف جوزي من وقتها، واحنا على طول يعني خلاص من ساعتها مع بعض. ده بقالكوا كتير قوي؟ بقالنا كتير. بس الاول كنا اصحاب عادي جوه الجروب. سؤال شله يعني. سؤال عاطفي بقى شويه. زمان لما قال لك انا بحبك، قلبك طبعا عمل تك 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 طبعا، مش كده؟ وبعد كده بقيتي مثلا تتزوقي بقى، خلاص الحدوته زميلي بتاع المدرسه ده اختلف. فانا بقى بتزوق وانزل عشان يشوفني المدموزيل اللذيذه اللي كبرت. حلو. وكان يشوفك وتشوفيه تلاقي قلبك برضو في سحبه كده. لسه السحبه دي موجوده؟ لا، اختلفت طبعا. فرق كبير جدا يا أسامة بين الحب الفيرجن اللي هو العذري، وما بين الحب بقى بعد ما بيكون عنده فيه خبرات. يعني الحب اللي عنده خبرة غير الحب اللي هو لسه بريء. ده بسبب الجواز بقى يا ترى؟ بسبب هقولك، يمكن كل ما بتكبري وخبراتك بتكبر معاكي ومخك بيكبر معاكي، بتشوفي الدايره اوسع، زي الشباك اللي بتبصي فيه من كورنرز صغيره، وبعدين تفتحي الشباك فتشوفي كل حاجه، فاهمه؟